نقاش هذا الموعد. إذن أزيد من 8000 مترشح على موعد مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط بداية من الغد عشية الامتحان. هوس النتائج يخيم على الاستقرار النفسي للتلاميذ. سنتحدث إذن خلال هذا النقاش عن الاستعداد النفسي للتلاميذ خلال الامتحانات بين الجانب النفسي والذهني وعن دور الأسرة خلال هذه الفترة. إذن لنقاش كل هذه النقاط وأخرى نسعد باستضافة هاتفيا الأخصائية النفسانية الدكتور سمية قصير. سمية صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير سميرة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. شكرا لك. إذن في البداية سمية، لو تحدثينا أكثر حول نقطة تحضير التلميذ للامتحانات بين الجانب النفسي والجانب الذهني، يعني لماذا يخاف التلميذ من الامتحانات؟ نعم، احنا ولينا نشوفوا بزاف يعني العائلات راهم يركزوا كما قلتي على النتائج اختي سميره. نعم. ولا تهتم بالتفوق العلمي، العلامات العاليه، وبالتالي حتمارس ضغط شديد على هذا التلاميذ. فنحذر يعني من هذا الضغط الممارس على التلاميذ قبيل واثناء الامتحانات. هذا واش راح يخلي التلميذ؟ حيخليه يفقد التركيز، يفقد الثقه بالنفس، ويخاف بزاف فيرتبك وتكون النتيجة سلبية. نعم نعم أكيد، يعني حتى أن القلق والخوف من الامتحان يعني والتركيز أكثر على النتائج أكيد عنده تأثير على التحصيل الدراسي. أكيد أكيد عنده تأثير. هو نقوله باللي القلق والخوف هو عدو الذاكرة وعدو التركيز. فلماذا؟ لأن الإنسان كي يخاف وكي نقدر نقوله باللي يكون عنده أفكار سلبية قبل هذا الشيء. التلميذ باش يكون عنده أفكار سلبية على هذا الامتحان، حيكون صعيب، حتى هذاك الضغط الممارس عليه، ما راكش حتخدم مليح، لازم تفرحني، هكذا يعني كل هذه الأفكار حتخليه يشعر شعور سلبي، يعني شعور تاع القلق تاع الخوف، وبالتالي يرتبك يخاف وينسى. حتى يقول لك كثير من التلاميذ يقول لك انا كنت حافظ كلش وفاهم وبذلت مجهود، ولكن كي وصلت للورقه نسيت كلش. يعني هذا يعني خطير جدا، هذا الضغط الممارس عليهم خطير جدا، وكأن العائلات راهم يصحوا في المسار نتاعهم، ربما ما نجحوش في المسار الدراسي نتاعهم، ربما نجحوا ما داروش واش حبوا، وكأنهم راهم يصحوا في المسار هما فشلوا في تحقيقه. يعني وكل هذا الضغط عنده انعكاسات جد سلبية على نتائج نتاع التلاميذ. نقدر نقولوا باللي لازم نبتعدوا، لازم العائلات يبتعدوا على كل أشكال القلق والتحلي بالهدوء، لأن نقدر نقول لك أختي سميرة باللي القلق والخوف هو مرض معدي. كاين بزاف الاولياء يقول لك صح انني مقلقه وصح راني خايفه وصح راني حبيته يجيب مليح، ولكن ما نبينلوش. لا، هو راهو يشعر بهذاك الخوف ويشعر بهذاك القلق، يعني حتى وما تبينش هذيك الام ولا ذاك الاب الخوف نتاعها، ولكن يشعر به من خلال الكلمات نتاعها، من خلال التصرفات نتاعها، من خلال النظرات نتاعها. يعني كل هذا راهو احنا حتى الاولياء لازم لهم مرافقه نفسيه اختي سميره. اكيد، يعني من بين اسباب القلق من الامتحان يعني هناك لا بور دي شوي، وهناك ايضا لا بريسيون تاع الاولياء. يعني هنا اكيد اهتمام الاولياء امر ايجابي، لانه كما نقولوا اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. نعم نعم فعلا أخت سميرة، يمارسوا ضغط بدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في بعض الأحيان يعني يعتمدوا على أسلوب المقارنة بالغير، مقارنة بالأقارب. نقول لهم بلي كاين فروقات فردية، كل واحد وقدراته، يعني ما تقارنوش هذا بهذا، قارنوا نفسكم، قارنوا وليدكم بوش كان من قبل. ربما هو من عام اللي فات لسنة راهو تحسن في شيء أمور، ربما طور من اللغة نتاعو، طور من يعني كل هذا راح يأثر عليه سلبا. فأنا نقول الأولياء يركزوا على الجهد المبذول طول العام. هذا وليدك إلى قرا وتعب ويعني ودار اللي عليه، ما نركزوش على النتيجة. احنا واش نقولوا؟ نقولوا له يعني راك درت اللي عليك، الحمد لله، بكا مهما كانت النتيجة ما تهمناش، وليدنا حتقعد وليدنا. يعني ما نربطوش الحب نتاعنا بالنتيجة، خلاص بذل مجهود يكفي ما يهمناش. وإذا يعني كاين بزاف ثانيك أولياء اللي راهم يشوفوا باللي ربما النتائج نتاع الفصول كانت يعني ماشي مليحة، وراهم يتوقعوا، نقدروا نقولوا باللي راهم يتوقعوا يتوقعوا نتيجة سلبية. نقول لهم معليش، ما هو إلا امتحان،
العام الجاي إن شاء الله كاين فرص واحدة أخرى اللي يقدر فيها، وهذا اللي ربما هذا العام هذا كانت تجربة ليه، هي يشوف نقاط القوة نتاعو، يبحث عن الأسباب اللي خلات النتيجة تكون سلبية، يعني يبتعدوا عن القلق. سمية، يعني الأولياء اليوم عندهم شعار واحد يقولوا لك يعني نرغب بنتائج على حساب ربما أو على مقاس جهودنا، يعني هذا الشيء أثر سلبا على الأبناء كثير يقول لك انا راني نتعب وانني نخلص له وانني دايره في الدروس الخصوصيه، خاصه هذاك المجهود المادي يعني نصرف عليك، هذا يعني خطير جدا، راهو ياثر عليه وكانه لازم 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 تعطيني المقابل، لازم المكافاه. لا، هما قاموا باللي عليهم، داروا الدور نتاعهم ويخليوا يعني الامور تمشي. قلنا نركزوا على اذا قام التلميذ هذاك بمجهود خلاص نساو كلش. نعم يعني لازم انهم يفهموا انه ربما الامتحان ونقاطه ليس مقياس لتحديد المستوى الوحيد لابنائهم ايضا. اكيد، حتى النجاح في الامتحانات ماهوش هو النجاح في الحياه، كاين كثير من الناس ما نجحوش في الدراسه نتاعهم ولكن ناجحين بزاف في حياتهم، يعني هذا هو الشيء اللي لازم يفهموه الاولياء. نعم، وماشي لازم النجاح بعلامات عاليه ومرتفعه، خاطش خلاص ولو اكزيجون بزاف ولو يحوسوا على علامات جد عاليه، حتى هذيك 10 ولا 11 ما تقنعهمش كما نقولوا. نعم، يعني الاولياء يقولوا لك احنا نبذلوا جهد، نقعدوا معهم في الدار، نعلموهم، نقروهم، نكسروا راسنا، يعني لازم نحافظوا عليهم. نعم، لا لا، حتى انه هناك الامهات يعني يقعدوا في الدار باش يدرسوا ابنائهم، يقولوا لك يعني انا بذلت مجهود، حفظت البروغرام بلاستو. هذا شفناه، ولاو بزاف اسيستي كما نقولوا، بزاف يتبعوهم، هما يحفظوا، الوغ كو حنا رانا في امتحان شهاده التعليم المتوسط، راهو كبير نورمالمون، راهو هو المسؤول على الدروس نتاعو، على الحفظ نتاعو، ما علي الاولياء غير المراقبه والدعم، هذا ما كان. نعم، وربما ايضا هناك ما يسمى برهاب الامتحان اللي عنده علاقه كبيره بالثقه بالنفس وبالقدرات الشخصيه، يعني هذا عنده تأثير كبير. كثير كثير كثير، احنا نقولوا بلي الثقة بالنفس هي المفتاح تاع النجاح، إذا داروا ثقة في نفوسهم، تلاميذ إذا داروا ثقة في نفوسهم لازم يكونوا إيجابيين، يفكروا إيجابي، حذاري من الوقوع في الأفكار السلبية، خاصة اليوم التلميذ يقعد ويقول لك خلاص حيكون الامتحان صعيب، حيكون واعر، مانيش حننجح، حذاري من الأفكار السلبية لأنه حيدخل في حلقة مفرغة، أفكار سلبية شعور سلبي وبالتالي تأثر على الذاكرة وينسى كلش، فنقولهم فكروا إيجابي، خموا غير في الإيجابي، تفكروا، نقدر نقول لك اللي يقدروا يديروا تمرين هكا، يتخيل وكأن يعني اليوم يقعد يتخيل الامتحان حيكون سهل، حتى الامتحان ما راهوش حيكون صعيب، ما مش حيجيبوا لهم يعني من وش تقراو، ما مش حيجيبوا لهم حاجة من خارج وش تقراو، حتى على العائلات يبسطوا لهم فكرة الامتحان، حتى حيكون سهل عادي جدا، فنعاود نقول التمرين تاعنا، يتخيل وكأنه راهو في الامتحان وراهو أمام الأسئلة، ورقة الأسئلة، حيكون كلش سهل في المتناول، جاوب مليح، يتخيل وكأنه جاوب مليح لأنه حضر ودار مجهود إلى آخره، فجاوب مليح ويعني يتخيل تمرين هذا التخيل تاع التفكير الإيجابي، تعطي له ثقة بالنفس، تخليه يرتاح نفسيا ويروح يعني محضر نفسيا. نعم، الأسرة سمية عندها دور كبير في تحضير أبنائهم للامتحانات، ربما كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، نقول لهم أولادكم فلذات أكبادكم راهم في هذه الفترة واليوم والفترة الامتحانات هذه راهم بأمس الحاجة لكم، كلمة المودة، كلمة الحب، كلمة الثقة، مهما كانت النتيجة نحبوك، تقدر تنجح، عندك قدرات، نقدر نقولوا بلي نعطي تمرين كذلك للأولياء اليوم يقعدوا مع أولادهم يفكرهم في التجارب الإيجابية تاعهم، ماشي شرط يكونوا تجارب في الدراسة ولا في نتائج دراسية نتاعهم، نو، يقدروا يكونوا في الحياة اليومية، في الرياضة، في أمور يعني هما حقوا فيها نجاح، كانوا فيها ثيقين في نفسهم، كانوا فيها قويين، يعني يقعدوا معاهم يتفكروا، قالوا ليدي شفيت كي
كنت هكذا وهكذا، كي درت هكذا وهكا كنت هايل وقدرت التجربة هذه وكذا وكذا، حتى ترفع لهم من معنوياتهم وتخليهم يثقوا في نفسهم. نعم، ويوفروا لهم جو انت الراحة، ماشي جو مشحون، جو فيه مشاكل وفيه، لا يوفروا لهم نوعا ما من الراحة، ولهذا الراحة النفسية والاتزان النفسي هي اللي تخليه يركز ويستعمل المخزون العلمي نتاعو. يوفروا لهم دعم نفسي وبيئة إيجابية، وبإذن الله تكون نتيجة إيجابية إن شاء الله. الآن نعود للحديث عن المراجعة، يعني وش رأيك في التلاميذ اللي يراجعوا خاصة عشية الامتحان؟ لا، نقول لهم ابتعدوا عن المراجعة اليوم، اليوم يوم للراحة، خلاص دق قرأوا تعبوا بذلوا مجهود اليوم للراحة، لما لا ذهب في نزهة ولا الماشي، يعني يقوموا بأشياء يحبوها، يشوفوا فيلم، يعني حاجة لترفع لهم معنوياتهم، ما يضغطوش نفسهم بالمراجعة خلاص ولا بحل الأسئلة. كاين حتى تلاميذ يديروا دروس خصوصية ليلة الامتحان، يعني تصوري هذا الشيء، هذا خطير جدا، خطير، لأنه خلاص هناك حتى من يعتمد على المراجعة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى باستعمال الحواسيب والشاشات الذكية. لا لا، اليوم للراحة، نقولهم يوم للراحة، النوم المبكر، يرقدوا بكري، يتجنبوا السهر، يتناولوا أكل صحي، نقدر يقدروا مثلا يديروا تمرين تاع نظرة تفاؤلية، هذا تمرين مليح بزاف يقوموا به، يشوفوا نفوسهم وكأنهم نجحوا، يشوفوا الاسم، يشوفوا يتخيلوا هذيك يعني لا سيتواسيون هذيك بأنه نجح وصاب اسمه في القائمة، هي تقنية مليحة وفرح ويشارك الفرحة تاعو مع العائلة تاعو، يعني هكذا باش تكون كاينة نظرة تفاؤلية للامتحان بعد الامتحان. نعم أكيد. ربما في الختام سمجة، ما هي النصائح اللي تقدميها للتلاميذ حتى ربما يتغلبوا على الخوف، وخاصة للأولياء يعني حتى يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع أبنائهم عشية الامتحان وخلال فترة الامتحانات؟ نقول للتلاميذ ثقوا في نفوسكم، فكروا إيجابي واتكلوا على ربي سبحانه. بالنسبة للأولياء نقولهم ثقوا في ولادكم، ثقوا في قدراتكم، في قدراتهم، ونظرتكم ليهم مهمة كثير، إذا شفتوهم راهم حينجحوا سوف ينجحون بإذن الله. نعم، شكرا لك إذا سمية على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا نعود لمواصلة هذا الموعد وإلى موضوع آخر، ارتباطات العمل وظروف الحياة أجبرت العديد من أولياء التلاميذ على